مرحبا بكم مجددا في ديما سبور نحب نذكر ان شاء الله بعد قليل دربي خاص قبل دربي العاصمه بين الترجي الافريقي غدوه الخمسه نتاع العشيه في ملعب المرحوم حمدي العقربي بيراد ان شاء الله بعد قليل دربي خاص بين المحب رقم واحد للترجي خالد الحلاق والمحب رقم واحد للنادي الافريقي خالد زيدان تابعونا بعد شويه دربي خاص بين لطفي زيدان وخالد الحلاق صديقي لطفي مع موجودين معنا لطفي وخالد في الكواليس توا بعد قليل دربي خاص خاص بين الزوز بارك الله واحد لابس مريول الاسبيرانس الاخر مريول الترجي وفما برشا جو بيناتهم و... وروح رياضيه كبيره كبيره ان شاء الله نشوفوها غدوه على معشب ملعب رادس بين اللاعبين نرجع لك حبيت تحكي كلمه كونسيرنون ماتش البراج اللي عامل بوليميك كبيره توا من اجل تفادي النزول نربط مع اللي حكيناه ولا نحب على الماتش هذا برك؟ لا 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 ما ترجعليش تعمل لي لوبانه جديده غادي نعرفك ولد المنظومه وتحب تلوج على ثغره احكي لي غادي خويا إيه. شوف المقابله قلنا نحن قلنا اجمعنا كلنا رغم اختلاف انتماءاتنا لكننا اجمعنا على انه هذية ما القرار موش في وانت الانتماء نتاعك شنو؟ ملعب تونسي اه لا في بال انتماء الاخر برك اه تونس بتبيعها لا تونس صحيح احنا الانتماء تاعنا كله تونس اوكي شوف انا رأي انه القرار هذايا ماهوش في بلاستو بالحق لانه توا ما نعرفوش شنو الاساس اللي خلاهم يخرجوا قرار ماتش بين حمام سوسه وبين المتلوي ونتصور انه توجه فريق حمام سوسه لمقابله سيد الوزير اللي حكيناها مره اخرى عنده دخل في تلويح اللي قال بيه مدير الشؤون القانونيه للوزاره تاع حل وهي وسيله حسب راينا ورقه ضغط حتى تتراجع ربما الجامعه عن هذا القرار وتلقى صيغه اخرى ربما ترضي الشارع الرياضي وقبل ما ترضي كذلك الجمعيات اللي تضررت مباشرة بطريقة غير مباشرة من قرار المباراة المباراه واضح سي سالة. القرار كما حكينا فيه من نجم قرار غلط على طول ما فماش علاش ما... ما فهم حتى موجب وما فهم حتى لوجيك خاصة اللوجيك باش تتعال عب مباراة ما بين آه المتلوي وحمام سوسة علاش أربع أربع فرق زوز مباريات علاش استثنيتوا زوز والبراج عندها ع... عرفت كيفاش شنو القرار قرار تحومه بالحق راه مش قرار تاع لجنه، مش قرار تاع ناس مسؤوله، مش قرار تاع ناس تخمم وعندها ناس عندهم مصلحه وعندهم غايه معينه، معناتها هذوما مش معنيين هاهم المعنيين حطوهم، خلي يتقاتلوا مع بعضهم واللي يخسر يتيح بالطبيعه، هذا قرار تاع هما بربي سؤال وليد اللحظه نبي الخيرات فما زوج جمعيات هما منعوا هكا ولا هي حمام سوسه وبيجا البوليميك موجوده جرجيس عامله بوليميك تحت نجم المتلوي تحت وعامله بوليميك حمام سوسة عامله بوليميك تدافع على حقها المشروع تقول كان صاحب المرتبة الأولى في بلاي أوت الأولمبي بيجي ولا هنا وكأن الأولمبي بيجي غير معني بس ما نيش حتى حس الأولمبي بيجي تعرف تو خيان وقت الصعبة تو قاعدين نجمعوا في القمح وشعير وقت الحصاد الريكولت لموصن دونك الحكاية ما تعنيهمش بطبيعة الحال أخي باجي مستفيدة فما واحد يحير على روحه هو التراب في الوقت هذا حمام سوسه مستفيده زي حمام سوسه مش حمام سوسه بالعكس مظلومه لا حمام سوسه مظلومه اي مظلومه عليه رميتها في العشه وخليت باجه غادي تاتي الغرابه سحبي من غادي جات الغرابه بتاع القرار رو. من غادي جاء البوليميك وجاء الاشكال وجاء الحقيقه بين معقفين ولا بين اونتر دو جيمي الظلم فما ظلم صارخ لانك انت حمام سوسه راهو الاول في الأربعة انديه دي ومانع نورمالمون وضعيته كونفورتابل ومنع وتهنى بعد تعاود انت تاخذ قرار تلعب له ماتش براج الحقيقه هنا فما نقطه تفهم خدمه تظلم قلنا هذا راه واش عايز واحد يكون كونسيكون مع روحه وراه غضب الحي معناها نؤمنوا بالله احنا غدوه الحي واحد خابر ربي سبحانه ويقول كل الحق الحق في الوضعيه هذه راه فما ظلم كبير ياسر ظلم كبير لانه كيفاش تجي الفريق المانع تنزلوا تنزلوا معناها تعاود انا شوف يحبوش يقولوا العباد البراج هذه تعمل بور سوفي المتلول حبيت ولا كرهت لكن المتلوي هبطوا بلاغ رسمي م? قال لك احنا مش بنلعبوها المباراه بالرغم في صالحها باش تعاود المباراه وتنجم تربع سور حمام سوسه وتمنع شوف صاحبي راهو الواحد معناها كنت يفي بوسي للآخر الاخر اذا انا خويا لان لا نخون بابا علمني كم من الصغر بصراحه كان جيت انا مسؤول في حمام سوسه وانت تقول لي عم صالح يقول لي راني مانيش لعب الماتش لا يلزمني نهزك نحلفك في الجامعه على خاطر راهو النتواس نعملوها نكعبروها لبعضنا بعضنا راهو شوف كان ما انت شوف وضح لي وضح لي اه شنو وضح لك انا يعني. هذوما دوز ايكيب باش يعملوا كومبرومي بيناتهم فيربال باش يقولوا مانيش بش نلعبوا مباراه البراج وهذا اللي صار اي باش يتفاهموا علاش خاطر هما الزوز ضد قرار البراج هكا ولا مم. يا خويا انا هذا علنا علنا انا شكون يقول لي يا صاحبي تفهمت انا وياك هكا ما بش نلعب غدوه الحي انت عندك جاتك انت برقيه يقول لك راهو فيها ديزينيسيون نتاع الماتش الملعب والتوقيت والحكم غدوه الحي خويا انت تمشي الاربعه أنتي تبدأ انت تبدا موجود شرطه في الدعوة. وانا بتمان سحبي موجي انت تحضر يقول لك حضر الفريق الفلاني وغاب الفريق الفلاني ويربحوك انتي وتمنع انتي. يعني. انت وتمنع انت ما لا نقول لك انا انت بدي تحكي في حاجه انا جاتني جاتني مكالمات البارح من بعض الاطراف بالنسبة باش نعطي مصدري يقول لك حمام سوسه خايفين من المتلوي والمتلوي خايفين من حمام سوسه المتلوي يقول لك خويا ربما انا غدوه ما نلعبش ما نمشيش سورتيرا تحضر حمام سوسه نخسر انا الماتش صحيح عقوبات والعكس بالعكس شادين قول لبعضهم لكن شكون يتحمل المسؤوليه مكتب الجامعي هو اللي ورط الناس الكل وديع الجري شبكها بتليفون هو اللي لازم يخلصها بتليفون لا لكن سامحني سعب بالله انت اكيد الكلام كذي هذه فرضيه عملها انا صاحبي ما انا عملتها انا عملت ومتأكد منها والله يا هذيك كان هبطوها في الباك السنه باش تكون باش تعوج الناس الكل به يا سيدي كومون سوفي كومون سو كيفاش تخرجوا من الوضعيه هذه؟ يمشيوا يحفوا في الجامعه زوز لا يعمل نطيح الاربعه صحيح إيه انا نطيح الاربعه نرجعوا للبريمي نطيح الاربعه انا يا خويا وما نحلش ابواب التاويلات تعرف تارت... كان تعرف تصير هذه واحده منهم تحضر اخرى ما تحضرش مش تزيد تصير حرب اخرى في البيت وربي يحمي بلادنا هذه عشتها صاحبي يعني. برا لا هذه عشتها في الماضي القريب برشا سي صالح الميكرو بربي الماضي القريب برشا تحكي على الماضي القريب وقرب الميكرو شوي 2013 ونتذكرها مباراه شهيره نلعبوا معناتها وقع اتصال مع الجمعيه اللي باش نلعبوا لها قالوا لها ما تحاولش الملعب رابس والله نسيتها الجمعيه وقعدنا نستناو وخذينا الوقت وزادهم الوقت لربيت صحيح الكاف ونبي بالكاف قالوا ما تحاولش وجات الكاف وجات الكاف وصلت سبعة كيف ولا وصلت حتى الملعب وما حبش تدخل ومن بعد باتصالات باش دخل, دخل. معناتها هال... هالتخمينات اللي يحكي عليها الصحبي راهي ممكنه في كره قدم مدام اسمعني شو رانا المره قلتها المرة دي نعاود نقول رانا تبعنا مع الفساد راه ولينا نخموا في الفساد قبل الحقيقه وقبل الواقع فعودنا نمشي ننشيول... ولينا نخموا في كيفاش نستحايلوا كيفاش نعملوا حاجه غلطة خير من نعملوا الصحيح يا اللي... سلام بربي بربي الكلمة لازمنا نتكلم أنا لا غل تحكيوا على المقبلة وقت و... تحكينا على الوزارة تهدد بحل الجامعة والوزارة والفيفا والفيفا علاش الفيفا ما دخلتش في الخزعبلات هذيا علاش الفيفا تتدخل كي مش تنصف الجامعة ما يتدخل زيد إذا الجامعة أخطأت لأنه اللي صار في كلمة ونتعداو جريمة في حق كرة القدم التونسية واللي عملها يزمو يتحاسب جزائيا ورياضيا لأنه بالحق ورطة كبيرة نورمالمون كل جمعيه اللي تحت راهم مشاو يسيفوا على ارواحهم ويعملوا الانفاس ويرجع يركبير من جديد ويخدم لانه السقوط ليس نهايه العالم اما بالظلم والاستبداد كي نتيح نتوجع نولي اللوج حتى ورق الكل الغير مشروعه باش نمنع روحي كملنا الموضوع هذايا اخر موضوع قبل ما نمشيو